أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: في الأزمان الأخيرة انتشرت أشرطة أحد الدكاترة في ذكر فتنة الصحابة وما حصل بينهم. في ذكر إيش؟ في ذكر فتنة الصحابة. فتنة؟ أي نعم. أي. فتنة الصحابة وما حصل بينهم، وانتشر لبس بين العامة، والسؤال: ما حكم الاستماع إليها وبيعها وتداولها وتسجيلها؟ إثمها على هذا الذي نشرها، الذي نشرها على العوام وعلى الناس، يتحمل إثمها، ولا يجوز لك أنك تشتريها ولا أن تروجها، لأنها تبعث على سوء الظن من العوام وعلى الحقد على بعضهم، تخطئة بعضهم. فالحقيقة أن هذا مجرم، اللي دخل في هذا ونشره أنه مجرم ويتحمل إثمه. نعم.